كابتن بلال هارد لك، قادم افضل ان شاء الله. هارد لك طبعا للنادي الاهلي وجمهوره ولاعيبته ومجلس ادارته. تمام، يعني كره القدم مش هتكسب على طول، يعني بطبيعه الحال يعني انت مش هتاخد كل، يعني مفيش فرقه في الدنيا بتاخد كل البطولات. انت كسبت بطولتين ورا بعض، المره دي توصل النهائي بتخسر البطوله، خسرتها بره الملعب اما تخسرها جوه الملعب، خسرتها بره الملعب من كل الاجواء اللي حصلت، الاتحاد الافريقي والتنظيم المباراه اللي ما فيهاش اي نوع من انواع العداله، اثرت على اللعيبه سلبا، اثرت على اللعيبه سلبا، اجواء ما قبل المباراه كمان اللي حصلت مع مجلس اداره النادي الاهلي، واكيد الاجواء حصلت مع اللعيبه، كل ده بيتنقل للعيبه وكل ده بياثر عليه سلبا يعني. لكن مش دي نهايه المطاف اكيد طبعا. انت قبل كده برضو غلبت 2 نهائي افريقي ورا بعض، بس قدرت ان انت ترجع وتكسب 2 نهائي افريقي، مش نهايه المطاف اكيد. فرق النادي الاهلي كبير كبير باسمه وبتاريخه، ويقدر يتواصل بقى. لسه عندك دوري عام زي ما قال الكابتن هاني من شويه، لسه في دوري عام، لسه عندك بطولات افريقيا جايه كتير جدا. الجيل ده يعني عنده حظوظ ان هو وصل 3 مرات نهائي افريقيا، عندنا حظوظ تانية نكمل ونلعب ونروح كاس عالم مره تانية. مش نهايه المطاف بالنسبه لكره القدم يعني. اتأثرت يعني انا قلت قبل المباراه طبيعي، بص وضع طبيعي، الاجواء اللي حصلت كلنا يا كابتن، يعني احنا كلنا كنا قلقانين تقريبا قبل المباراه، اللي حصل قبل الماتش يخرج اي حد من تركيزه، وضع طبيعي. لكن ايضا في الملعب كان في اخطاء فنيه كتيره جدا، في اخطاء فنيه كتيره جدا على مستر موسيماني. ما حسيتش النهارده الحقيقه بالروح بتاعت النادي الاهلي في الملعب. انا سيبك من المباراه، سيبك من الاداء الفني، انا مش الاداء الفني على فكره ممكن تبقى سيء جدا فنيا، لكن قتاليا لازم تبقى قوي جدا 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 جدا. يعني انا للاسف ما حسيتش ان في قتال حتى بعد ما تسجل فينا هدفين. في بعض الاوقات انا عايز اقول لك ان انت جالنا النهارده فرصه بعد تراجع الوداد بعد دقيقه 25 انك تروح وتلعب كورتك زي ما عملت الشوط الثاني. الشوط الثاني انت جالك يعني فرصتين في فرصه، يعني كان ممكن تسجل من هدف وترجع للمباراه مره ثانيه. لكن احساسك وانت قاعد بره واحنا بنتفرج، لا انت مش حاسس ان البطوله دي بتاعت النادي الاهلي، يعني مش حاسس القتال والروح والعزيمه والاصرار والشخصيه والاراده، ما حسيتهاش الحقيقه. ليه؟ ما حسيتهاش داخل الملعب من اللعيبه. ليه؟ ما فيش شك، مش شايف التأثر بالأجواء، مش شايف يعني. احنا كنا بنتكلم في نقطه مهمه اتكلم فيها كباتن واسامه، اتكلم فيها كابتن هاني، مين كابتن مين النهارده بيشد مين وبيزعق له بيقول له العب؟ مين بيزعق في الملعب؟ مين بيدي يعني؟ بس مش لازم المدير الفني، احنا مفتقدينها من فتره، لازم المدير الفني هو اللي يزعق من على الخط، مش مسموع على فكره، المدير مش مسموع من الاجواء دي. لكن اللعيبه داخل الملعب، لعيبه كبيره، حتى مش لازم تكون كابتن فرقه على فكره عشان تشد زمايلك. انا ما شفتش الشده في الملعب دي، انا ما شفتهاش الحقيقه، ما شفتهاش من لعيبه النادي الاهلي. متاثرين ممكن نكون متاثرين، نازلين في بعض الاحباط، ممكن نكون نازلين في بعض الاحباط من الاجواء اللي حصلت قبل الماتش. لا هو كنت هيحصل ان من البدايه كان في توتر من بدايه الماتش. كنت انا اتكلم على عبد القادر المفروض لعيب عنده مهاره وعنده سرعه ولعيب امكانياته وقدراته كبيره، لا حسيته الان يعني داخل الملعب مهزوز يعني. مش ده عبد القادر، مش احمد عبد القادر، مش احمد عبد القادر بس يا جماعه، مش احمد ده، انا احنا بدي مثال مثال علي ديانج، بلاش كل علي ديانج، علي ديانج نفسه، مش عايزين القوه البدنيه وال يعني مش هنحطها يعني. معظم اللعيبه فيها توتر اول نص ساعه، مش دي لعبه النادي الاهلي، الناس باص كتير جدا. اليو ديانج يزق الكره فتطول منه، حمدي فتحي الكره نفس السيطره على الكره فعلا، اجواء للفريق. سيناريو كمان مستر موسيماني ما عجبنيش النهارده الحقيقه، يعني الكرات الطوليه على راس حربه، اسلوب اللعب يعني، انا حتى راس حربه قصير دي برضو قللت مننا كتير الاسلوب. لما رجعت في وقت من الاوقات لكرتك الطبيعيه كان ليك شكل، كان ليك خطوره وهديت وسبت الجول. خلي بالك ده ممكن ما يكونش تعليمات مدير فني، هو عشان انت مش قادر تطلع بالكره صح، مفيش حلول يعني، بيبقى اللعيب بيستسهل انه يلعب كره طويله لقدام يعني. ساعات ده ما بيبقاش، ما هو الكلام ده يعني كابتن هاني هو يعني يقول ما تلعبش صح، بس الكلام ده خد بالك الكلام ده استمر برضو الشوط الثاني. يمكن اسامه ما بين الشوطين قال لك احنا عايزين اللعيبه المهاجمين تنزل شويه عشان يبقى في كوره، تحضر وتشتغل، خصوصا ان انت عندك سرعات كبيره جدا قدام يعني. بريستاو سريع، طاهر محمد طاهر عنده سرعه، متحرك كان النهارده حتى شويه بالظبط، حسين الشحات عنده سرعه برضه. ابتديت الشوط الثاني بنفس الطريقه، انك بتحضر مش عايز تكمل، فبتدي تلعب كره طويله جدا، بتلعب على السكند جول برضه صعب، مش طريقه اللعب النادي، مش طريقه لعبنا، وخاصه هم كمان انا في هو عايزك تلعب كده. بص الاطوال عندهم قد ايه يعني، هو خط الدفاع بتاعهم كان مرتاح ليه؟ لانك انت بتعمل له الحاجه اللي هو بيجيد فيها اسلوب اللعب صحيح.